كسر المستشفى وضربوا الولد ورجعت لا تكسر. دماء، أبواب محطمة، تهديد بلسان طائفي، هذا ما تعرضت إليه إحدى المستشفيات الأهلية ببغداد قبل افتتاحها بأيام. مسلحون يحملون الهروات هاجموا على المستشفى بحجة تضرر منازلهم الواقعة خلف المستشفى، حجج لابتزاز المستشفى كما يقول كادرها عند حديثهم لنا عن تفصيلات الحادثة. جتنا يعني عصابة خارج عن القانون وبشكل مرتب ومنظم، يعني هم جوي شايلين هراوات حديدية، شايلين سلاسل حديدية، طبعا بدأوا بالشب والستم يعني والقذف علينا وبتحطيم الزجاج المستشفى كله، ضربوا الأطباء، ضربوا أحد العمال اللي هسه هو عنده أصلا ربي القص يعني عظم القص، وهذا كله موثق بالتقارير الطبية. الشغلة الثانية أنه مع الأسف يعني أثاروا في الشغلة الطائفية ويتلفظون بعبارات طائفية وعبارات تهديد ووعيد وابتزاز أنه إحنا بيتنا تضرر، مع العلم بيتهم يبعد 40 متر تقريبا عن المستشفى، والبيوت اللي أقرب منهم ما اشتكوا ولا سووا مشكلة. الشركات العاملة في المستشفى انسحبت من العمل قبل إكماله خوفا على حياتهم، أما كادر المستشفى فيعيش في رعب جراء ما حصل. دعوى قضائية رفعت من قبلهم نتيجة استمرار التهديدات وفق حديثهم، ويطلقون نداءات استغاثة لحمايتهم وإنصافهم. قاموا بتهديدنا بصورة علنية، أحد أفراده هو الأب وأحد أبناءه بصورة علنية أنه أنا ما أعوفكم حتى إلى وصلت للإعدام، فهذا تهديد يعني كلش. طبعا أنا أطالب أول شيء إحنا هسه يعني هذه مو شغلة أنه تسويف، شغلة مشاجرة، هذه شغلة أمن قومي بها إثارة النزعة الطائفية، يريدون يرجعونا إلى 2003 اللي إن شاء الله ما ترجع بعدها. الشغلة الثانية هو يعني الأطباء، هو هجرة وتهجير الأطباء، والشغلة الثالثة هو يعني الاعتداء بالقتل الصريح، التهديد بالقتل الصريح. نطالب احنا بالحماية وتفعيل قانون حماية الأطباء، إن شاء الله ثقتنا عالية بالقضاء العادل وقواتنا الأمنية اللي استجابت مشكورة. وعلى ما يبدو أن مشهد الاعتداء على الكوادر الطبية لا كتابة لنهايته، استمرار تلك الحوادث يدفع الكوادر إلى الهجرة وترك العمل داخل العراق جراء ما يتعرضون له، ومع ذلك يبقى حق الرد في القضية مكفولا للجميع. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.